بدر قشاني لاعب حسنيه اكادير مهاجم الفريق، شنو كتشوفوا في البطوله ديال هذه السنه؟ واش الحسنيه ممكن انها تفوز بالبطوله هذه السنه وتلعب ادوار طلائعيه كما لعبتها في دوره الخريف؟ اول حاجه يعني كنشكرك على الاستضافه. الادوار يعني اللي غادي يعني في هذا الموسم هذا حنا ما كناش يعني متوقعين اننا غنكونوا حنا في المرتبه الاول، وكل شيء غادي يدير علينا العين. كل شيء كما قلت لك، الدارجه المغربيه مقوسه على الحسنيه، الحكام، كل الماتش اللي لعبناه مع حسيمه يعني كانت في جوج ديال ضربات الجزاء ما يعني ما حلفناش الحظ، وشحال من الكره ديالي انا بعد باش تسجل. ان شاء الله هذا الموسم هذا بغينا يعني نلعبوا شي دور، ما كرهناش نديو البطوله ان شاء الله. باقي يعني باقي 14 مقابله، يعني غادي نخال مقابلات صعبه خارج الميدان ديالنا، نلعبوا مع فريق بركان وفريق اولمبيك خريبي اللي اليوم خسر مع فريق الرجاء البيضاوي. هادشي يعني كيعطينا حافز، يعني غادي نمشيو وغادي باغي نحققوا يعني 3 نقاط يعني في اي مقابله. المقابله ديال شباب الحسيمه يعني باقا لحد الان يعني مرسخه ليا في يعني في الراس ديالي، ما تسرطاش لي اننا تعادلنا في الميدان ديالنا. كنا يعني بغينا نفوزو ونهديو الجمهور، واخا الجمهور ما كيجيش للملعب وحنا الاولين ودينا بطوله الخريف. هذا الاطار خبر بالنسبه للجمهور، علاش اللي ما تعزو هاد المساله ديال العزوف الجمهور عن الملعب؟ ما عرفتش، ما راضينش على الحسنيه ولا ما راضينش على ما راضينش على الحسنيه. يعني الفريق كيقدم يعني كره جميله هذا الموسم، اي واحد كيتفرج فينا، اي مدرب محمد فخر كيشوف الرياضيه كيقول لك باش كتكون لعبه الحسنيه، يعني كنبغي نتفرج فيهم حيت كيقدموا يعني كره يعني جميله ونظيفه. ما عرفتش واش يعني واش الملعب بعيد على الناس اللي ما كيقدروش يجيو للملعب ولا كيبغيو يتفرجوا يعني في المنازل ديالهم. هادشي يعني بغيتي تلعب يعني بغيتي تلعب على البطوله اللي كنعرف انا يعني اسمها فريق الرجاء البيضاوي ولعبت معاهم. الجمهور هو اللي يعني هو الرقم 12 اللي كيخليك انك تزيد في المقابله ويبقى يشجع فيك من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90. بغينا يعني انا هذا النداء ديالي غادي يعني ندير للجمهور الفريق حسين اكادير باش يجي يسالنا في الملعب ديالنا. يعني راه جمهور كبير وكنعرف جمهور فريق حسين اكادير، كنت كنشوفهم يعني دائما كانوا كيملؤوا الملعب، هذا الملعب الكبير للادرار، يعني بغيناهم يجيو يساندونا وفهمتي بغينا نحققوا شي حاجه هذا الموسم هذا. والحمد لله والله لم تفائل بالخير، لان الفريق اللي كنمشي له يعني كندي مراكز الاولين ولا المراكز الثانيه، اي فريق كنمشي له ان شاء الله، وان شاء الله بغيت نحقق شي حاجه مع هذا الفريق هذا ومع هذه المدينه يعني الجميله اللي كتعجبني من الصغر ديالي. وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا وغادي نقدموا ما في يعني واخا نبقى فينا كما كيعرفوا يعرف واحد غادي نديروا شي حاجه هذا الموسم. وان شاء الله من الرجوع ديال المصابين وبيلا وبركاوي وبوفتيني ان شاء الله غادي يعني نكونوا في يعني في المستوى ديالنا كما لعبنا في الشطر الاول، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.